عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلت: سميته حربا، وسيدنا علي فتى حروب، لذلك أحب هذا الاسم. فقال النبي عليه السلام: بل هو حسن. فلما ولد الحسين عليه السلام قال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قال الإمام علي: سميته حربا. قال: بل هو حسين. ولما ولد الثالث جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلت: حربا. قال: بل هو محسن. ثم قال: إني سميتهم بأسماء ولدي هارون، شبر وشبير ومشبر. وعجيب هذا الاستحضار الدائم من النبي عليه السلام لسيدنا هارون مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فقد تقدم معنا في الحلقات السابقة قوله لسيدنا علي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهو هنا يسمي أبناءه على وزن أبناء سيدنا هارون عليه السلام.